نفسيتي برشا مهمش واحدة برك يعني. نفسيتك به فما دي مامان اللي ماذا بيك ترقد ما تقومش دونك نتعديد بيهم ماذا بيك ماذا بيه النهار هذي يوفى في اللحظة ذيك يعني. خرجت من بريود طويلة خايبة ياسر اللي فيها برشا دوت برشا غميز ان كيستيون برشا خوف اكثر حاجه هي الانغواس الخوف يظل لي برشا ستريس برشا بريسيون رمضان وي فينال ما رجعت رمضان رجعت للناس رمضان مش الشهر وشهر ومش تاع خدمه ومش تاع حد شيء مش تاع فن مي سي امبورطون اما باش تتحط قدام تناقض عبد الحميد اللي انت نقول حاجه ونرجع فيها قلت اللي انت ما عادش باش تخدم في رمضان او برشا حاجات قلتهم ورجعت فيها وبقيتو نعمل اللي نحب وفما موضوع نحب نحكي فيه هنا عمري ما حكيت عليه قبل انا اللي هو سي بروبابلمون ليفينمون كي ا شانجي ما في كومبليتمون جون اي جامي بارلي خاطر سي ان تروك كي ما تروماتيزي عملت ديني كبير بوندون لون مومون بعديك مشيت جي كونسلتي خاطر كنت كان كي شفت اللي فما اون تريني دو سون فما مرات تجبد في راجلها سي اون ايماج كي ما تروماتيزي دونك طلعت انا سطح ريفليكس لقيت الباب مسكر نحل شيء دونك اول حاجه جاتني هبطت على وضعت نعاود نحكي فيها صافي لونتون ما حكيتهاش يعني ومذولي ما حكيتش لي ديتاي هذوما الكل كان القرا جي صغير روحك باش تموت وقت اي لو سول ريفليكس اللي عندي سي غمضت عينيا وهكا وقلت اي حتى كان باش يضرب ما راهش دونك انا هزيت التليفون كلمت الاسيستون اللي معايا قلت له يا ولدي راهو هكا هكا يا اخي ولا يضحك يسخني فدلك قلت له والله العظيم راه فما كرتوش خاطرنا جافي لو تليفون وعرفوني ولاو يكلموا انت ولد بوشناق انت والردويات يكلموا فيا اللي ما كلمني حد وقتها راهو كلمني حد لا في هذوكم لا في الطحانة لا في شيء هذوكم مازلت ما بديتش فيها هذولي بدي سيزون اه بغيف دونك بعد بدا لي فيلم الرعب خاطر وقت اللي خرجوني من تعديت على تو لي كور دونك نفحجوا على الدم راهو باسكو كما جاش المومون هذاك راني ما عادش نولي نعمل في الحاجات هذوما بالزربه الناس مش فهمتني علاش تحب تعمل كل شيء بالزربه علاش ما تصبرش علاش تحب تعمل فيلم سنين وتكمل تعمل فيه مسلسل تهد شويه كما هما يقولوا انا وقتها فهمت لي ما عنديش وقت